الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. زكريا بطرس الراجل اللي بقى ترند، هو مش راجل قوي بس البني آدم اللي بقى ترند الأسبوع ده، مين هو ووصل لغاية فين؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. زكريا بطرس راجل من الناس اللي بتقلب الفتن بين المسلمين والمسيحيين، راجل هدفه الأساسي مش إن هو نصرة الدين المسيحي أبداً. في ناس كتير بتدعو للدين المسيحي بس بيعرفوا يدعوا للدين المسيحي، وده حقهم المشروع، زي ما احنا كمسلمين حقنا المشروع إن احنا ندعو للدين الإسلامي. بس مش دي نقطة الخلاف، نقطة الخلاف إن البني آدم ده المولود سنة 34، يعني النهاردة تحديداً عنده 87 سنة، يعني خلاص رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، بيحاول يقلب الفتن بين المسلمين والمسيحيين، وفي مصر بلد النسيج الواحد. زكريا بطرس القصة المشلوح، والمشلوح دي ليها قصة كبيرة قوي. المشلوح دي أو المشلوح، عارف لما تقول لحد أنا هشلوحك؟ هو بالظبط كده، مشلوح أو مشلح يعني خلعت عنه وظيفة القس. وده لأن هو كان راجل مش كويس، راجل قالوا عليه إن هو شاذ جنسيا، وقالوا عليه ان هو كان بيجيب ستات في الكنيسه وكانت مثبوته عليه في بعض الاوقات. القس المشلوح زكريا بطرس حاصل على ليسانس الاداب في التاريخ، تخيلوا كده ان هو حتى التاريخ اللي هو درسه ما عرفش فيه التاريخ الاسلامي، ولا قرا عن فتوحات المسلمين وازاي كانوا بيتعاملوا مع اخواتنا المسيحيين في الفتوحات، وازاي ان هم لما دخلوا مصر استوصوا بالاقباط خيرا. فتخيل بقى لما يجي واحد ويدعو للفتنه بين اقباط مصر وبين المصريين، حاجة صعبة جدا. زكريا بطرس زي ما كانوا بيقولوا عليه عدو الإسلام الأول، والنهاردة تحديدا في مصر هو عدو الإسلام والمسيحيين في وقت واحد. راجل مش بيدعو للدين المسيحي، لكن هو بيقلب الدين المسيحي ضد الدين الإسلامي، أو المسلمين ضد المسيحيين. ما يعرفش إن إحنا نسيج واحد، ما يعرفش إن إحنا في بيننا علاقات تمتد لآلاف السنين، مصر أقباط ومسلمين مع بعض. مش هيجي واحد زي زكريا بطرس على اخر الزمن هو اللي يعرفنا ديننا ازاي او يقلب المصريين على بعض. نسيت اقول لكم على حاجه مهمه، في واحده من الجماعات اللي كانت بتدعو للدين الاسلامي حطت 60 مليون دولار على راس القس زكريا بطرس. فتخيلوا مدى كره الناس ليه. زكريا بطرس اللي فشل ان هو يكون قس في الدين المسيحي، وفشل ان هو يكون دارس للتاريخ في مصر، النهاردة بيقلب المسلمين والمسيحيين على بعض. انت انسان فاشل من الدرجة الاولى، واذا كانت التفة اللي حضرتك بتقول عليها موجودة من 14 قرن فهي لزقت في حضرتك النهاردة بعد هذا العمر الطويل من الزمن. اتمنى تكون وصلتك الرسالة. زكريا بطرس انت مش مرحب بيك في مصر، ناس كثيرة من الازهر ومن بر الازهر دعوك لمناقشات على الهواء مباشرة، بس حضرتك بحجة الدواعي الامنية رفضت تيجي. انسان ما عندكش معلومة، انسان مش سوي اخلاقيا ولا حتى جنسيا. تخيل يا اسطى زكريا ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من 1400 سنه وزياده وصانا بالاخوه المسيحيين، وقال من اذى ذميا فقد اذاني. فهو بيوصينا على اخواتنا المسيحيين من 1400 سنه، وانت جاي تقلبنا على بعض دلوقتي. اكيد هنسمع كلام سيدنا النبي ومش هنلتفت لواحد زيك قاعد بره مصر، لا نفع لا في دراسه ولا ان هو يكون قس وشلحوه من الكنيسه طبعا، ولا ان هو يكون دارس للتاريخ، ولا نفع في اي حاجة غير ان هو جاب واحدة من الفلبين زي ما هو قال واشتغل عليها اريال. ما المصريين مش هيقولوا لك حاجة تاني. خليني بقى اسمعك انت وكل العالم اللي شبهك اخواتنا المسيحيين في مصر بيقولوا ايه، وانا بأكد على كلمة اخواتنا المسيحيين في مصر. اتفرج كده معانا الاستاذ سامر سمير ابراهيم بيقول: كمسيحي مصري اتبرأ تماما مما فعل ذلك الكائن الميت، وأشهد الله أنني أكن كل الود والحب لأهلي وأصدقائي المسلمين وكامل التقدير والاحترام للدين الإسلامي وللرسول الكريم، ليذهب مروج الفتنة إلى الجحيم أهل مصر في رباط إلى قيام الساعة. أتكلم عليك أنت طبعا، أنت تذهب إلى الجحيم مش حد تاني. خلينا نقول لك بقى على حاجة تاني، في شاب مسيحي تاني بأكاونت على الفيسبوك باسم يونج مان بيقول: كمسيحي مصري أرفض بشدة ما يقوم به هذا الكائن من سب الإسلام ورسول الإسلام. كمسيحيين مصريين نتبرأ من هذا الشخص، وليعلم الجميع أن هذا الشخص ما هو إلا أداة زرعها الغرب لمحاولة زرع الفتنة بين المصريين
ولكن أنا في رباط ليوم الدين وعامل هاشتاج كده إلا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فتخيل إن اللي أنت عملته ده جه بمردود عكسي، حضرتك عايز تعمل فتنة بين المسلمين والمسيحيين، فتلاقي إن مسيحي زي الراجل المحترم ده بيقول لك إلا رسول الله وعامل هاشتاج، واحد تاني بيتبرأ منك أنت شخصيا لأن أنت إنسان غير سوي، إنسان عليك قضايا أخلاقية، والمصريين النهاردة رفعوا عليك قضايا كتير طبعا، ده غير اللي اترفعت في 2010 من الأستاذ نبيه الوحش، النهاردة في كتيبة محامين رفعت قضايا ضدك، إن شاء الله الانتربول الدولي هيجيبك لغاية مصر عشان تتحاكم في محاكم مصرية عادلة، وإن شاء الله. هو للأسف العقوبة عندك مش كبيرة أوي، هي العقوبة من 6 شهور ل5 سنين بس، أهو ما باليد حيلة، هنشوف هتعمل إيه وسط المصريين. خلوني أقرأ لكم 3 مصايب من اللي بتشتكي منهم الكنيسة من الكابتن زكريا بطرس، القس المخلوع أو القس المشلوح زي ما هم بيحبوا يقولوا له بالظبط. هقرأ لكم كده زي ما مكتوب في الورقة اللي مكتوب عليها الختم مسيحي. صاحب النيافة الحبر الجليل للأنبا بيشوي مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس ورئيس دير العفيفة الشهيدة دميانة. صاحب النيافة، نرجوك بنعمة رب المجد يسوع أن تريح عنا القمص زكريا بطرس، فلقد تحمل الشعب منه ما لا يطاق، فلقد اشتكى منه العديد من أفعاله التي لا تليق برجال الكهنوت. ده اللي مكتوب في الورقة بالنص. 1 في 10/5/1999 جاءتني شكوى من فاتن عدلي خيري من شعب كنيسة القديس الأنبا إبرام ببرايتون، تشكو فيها من اعتداء القمص زكريا بطرس على ابنها جورج يوسف اسكندر بأن وضع يديه بطريقة غير لائقة على أعضاء الطفل الحساسة والضغط عليها، وهددت بأن تبلغ الشرطة الأسترالية لولا أني قمت بتهدئتها حتى لا تكون فضيحة للكنيسة المصرية في الجرائد الأسترالية. وهذا ما أشرت له في رسالة سابقة أرسلت لحضراتكم في هذه الرسالة المرسلة لنيافتكم بتاريخ 14/5/1999. دي أول شكوى من الكنيسة الأسترالية المصرية في أستراليا بتشتكي من اللي اسمه زكريا. الشكوى الثانية بيقول في 28/2/2001 أبلغني أحد المخلصين من شعب كنيسة القديس الأنبا إبرام بأن القمص زكريا بطرس أتى بفتاة من أصول آسيوية وقام بضيافتها في أحد الغرف الملحقة بالكنيسة، وأخبر الشعب بأنها فتاة من أندونيسيا مسلمة تريد أن تكون مسيحية، وأن أهلها قاموا بطردها وليس لها مأوى، وستقوم الكنيسة بضيافتها إلى أن ندبر لها مسكن، ولكن بعد هذا اكتشفت أن الفتاة ليست مسلمة وليست من أندونيسيا، بل هي باغية من الفلبين، وأنها تقوم باصطحاب عشاقها إلى المسكن داخل الكنيسة بعلم القمص زكريا بطرس، وأنه يأخذ مقابل منها لما تفعله غير مبالي بحرمة بيت الله ولا لأي شيء. رقم 2، حضرتك طلع رقم 2. رقم 3، فضائح أسرته التي تجلب لنا نحن الشعب القبطي الخزي والعار، حيث قامت ابنته جولييت بإقامة نادي للعري، وابنه بنيامين أصبح ملاحقا من الشرطة الإسرائيلية بسبب تورطه في تجارة المواد المخدرة، وابنه بيتر الذي يدعو إلى معتقدات غير أرثوذكسية. يعني الراجل هو وعياله مبهدلين الدنيا في أستراليا، لا هو لا خيرة فيه ولا في عياله. وهنالك العديد من المشاكل التي أخبرتك بها عنه، ولقد فوضت إلى نيافتكم وصاحب الغبطة القداسة البابا المعظم الأب شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبلاد المهجر التصرف واتخاذ القرار فيه، فلا أنا أرغب في وجوده ولا حتى أي من شعب كنيسته. تخيل راجل محدش طايقه حرفيا، لا هنا ولا في استراليا، وراجع يشتم في المصريين وفي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واللي بيدافع عن سيدنا النبي مسلمين ومسيحيين. انت محدش طايقك، لا مسلمين طايقينك ولا مسيحيين طايقينك، لا انت ولا اولادك، نعمل فيك ايه تاني؟ زكريا بطرس ليه اسلوب وحش جدا لو قعدت تتفرج عليه، وانا ما بدعوش حد للفرجه عليه ولا حتى ان هو يدور على الفيديو بتاعه، بس انا هوريكم حته صغيره كده وهو بيتكلم. وايديكم بقى بتلغوص في التفه، احنا بنعريها لكم بس كده، وايديكم بتلغوص اخص على كده، ما بتحسوش بالحاجه الا لما تتعكوا فيها. ما 14 قرن من الزمان التفه متغطيه، هتحس ان انت قرفان من جواك، هتحس ان البني ادم ده مش بني ادم، مكانه مش هنا مش وسط البشر، ده يروح يقعد في زريبه وسط الناس اللي شبهه.
او وسط الحاجات اللي شابه، ده مكان يروح يقعد في زريبه وسط الحاجات اللي شابه. الراجل عنده 87 سنه ولسه قليل الادب، ما لقاش حد يربيه لغايه النهارده، بس المصريين عملوا معاه الواجب وعرفوا يوقفوه عند حده. اتمنى ان هو يكون متابع السوشيال ميديا في مصر عشان يعرف المصريين عملوا فيه ايه. حتى الكنيسه تبرأت منه، كل الناس في مصر تبرأت منه، مسلمين ومسيحيين، لاننا نسيج واحد.